السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا سيدنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، الغسلة دي أنا أحسبها من الوضوء أم؟ ما في بأس، ما في بأس. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. بارك الله فيك يا من قدواتك أمهات المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم مصطفى، لدي سؤال. سلي. شخص تسبب في حان في شخص بأن حلف عليه أن يأخذ شيئا، ثم حلف هو أن لا يأخذه، وبالنهاية أخذه، وبناء على ذلك عرض عليه المتسبب أن يدفع معه نصف ثمن كفارة اليمين، واتفق على نوع طعام، ووكل الإخراج للمتسبب، ثم زاد على المال وأخرج نوعا آخر بدون علم الحانف، هل يجزي؟ وهل واجب عليه إذا كان؟ واحدة واحدة كده. أنت بتقرأي ولا بتسألي سؤال تبتغي به وجه الله؟ يعني تسألي أسئلة كده يعني. السلام عليكم. أقول: إذا حلف شخص على شخص أن يفعل شيئا ولم يفعله، هل يلزم أحدهما بكفارة؟ أختار الرأي القائل بأنه لا يلزم بكفارة، لا هذا ولا ذاك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، رأيت رؤيا البارحة يا رسول الله. وذكر الرؤيا التي رآها. قال أبو بكر: دعني أعبرها له يا رسول الله. فتركه يعبرها، فقال يا رسول الله، أبو بكر يقول: أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت؟ قال النبي: لا تقسم. ولم يأمره بكفارة. بارك الله فيك يا سيد بعلي، وأهلك وأهل بيتك وأولادك، وهدانا وإياكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت بسأل حضرتك، أنا كنت بصلي النهاردة العشاء، وجيت كده قلت يعني في نفسي عملت حاجة، فقلت الله أعلم هي تبطل الصلاة ولا لا، فكده أبطلت صلاتي ولا لا؟ يعني إيه هي الحاجة؟ أنا سكتت كده سكتة بسيطة، فقلت الله أعلم تبطل ولا لا، فقولي دوت يبطل الصلاة ولا لا؟ يعني لا، إذا قلت إذا أتيت لا. شيء بس أنا لا ما أعرفش يبطل ولا لا، الصلاة قلت لك. الله أعلم بطلت ولا لا، كده يبطلها ولا لا؟ لا يبطلها. لا يبطلها؟ لا. بارك الله فيك يا أم عائشة، أبو عبيد الرشيدي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل.
كيف حالكم شيخنا؟ أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا، نفع بكم الإسلام والمسلمين. ولك بمثل، بارك الله فيك وسلمك الله، تفضل. شيخنا أنا أقيم في بلاد المهجر في أوروبا، أحد سبحان الله أبنائكم الذين يخدمون العلم الشرعي، بارك الله فيكم شيخنا. نفع الله بك. منكم شيخنا وإياكم شيخنا، أريد منكم سبحان الله دعوة لأبنائك وأبناء وبناتك في بلاد المهجر. صلى الله يحفظكم بحفظه ويسلمكم ويرعاكم ويكلاكم برحمته يا رب، ونحن وإياكم سامعين. أحسن الله إليكم شيخنا. الله يبارك فيك. شيخنا أخونا أبا محمد الشيخ لوران حفظه الله تعالى يبلغكم السلام والتحيات. أبلغه كثير السلام وأشكره، أشكره شكرا كثيرا، نفع الله به. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا ما تأخذ وقتك كثيرا، لكن هناك أخ سبحان الله وقع كثير في، حتى وقع في الكبائر والعياذ بالله، ويريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ويريد أن يبدأ طلب العلم، لكن يرى نفسه أنه حقير على هذه المسألة. قلت أنا نصحته، لكن يريد منك نصيحة شيخنا، هو يسمعكم الآن. الله يبارك فيك. قل للذين عفوا، قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فيكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة ويجتهد في ذلك بأعمال كبيرة من الحسنات يذهبن السيئات، ولا ييأس من رحمة الله أبدا، وإن حب أن يقبل على طلب العلم فأبواب العلم مفتوحة، وليته يقبل لعل ذلك يكون كفارة لخطاياه، ويعرف ما الذي له وما الذي عليه، فلا ييأس من رحمة الله، وليسأل الله الثبات على هذا الدين القيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم، حفظكم الله تعالى شيخنا، ولكم الله تعالى من كل شر وسوء وبلاء. شهد الله تعالى شيخنا أننا نحبكم في الله الذي لا إله إلا هو. أحبك الله الذي أحبتنا الله، تفضل. ورقة صغيرة بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا اتصلت بحضرتك سألتك سؤال، هو حدث بالفعل بس أنا كنت كذابة علشان ما نضيعش وقت المشاهدين، يعني لذلك أنا كنت باين بصيغة إن أنا بقرأ، بس هو حدث بالفعل. من أجبتك أن الذي يحلف على شخص أن يفعل شيئا ولا يفعله لا هذا ملزم بكفارة ولا ذاك. بس هو فعله. عيد صيغة اليمين كده من ليس من ورقة، عيد صيغة اليمين. والله لا تأخذها، والله لن أخذها، ثم أخذتها. طيب لا هذه لا عفوا، التي قالت والله لا أخذها ثم أخذتها عليها كفارة يمين. نعم. أيوة. هي دفعت نصف الكفارة وأنا دفعت نصف، ثم اخرجت نوع طعام اخر اللي احنا اتفقنا عليه وزدت في المال، بس هي دون علمها. يعني انتما اشتركتما في الكفاره ولا ايه بالضبط؟ اي نعم. خلاص ما دمت اتفقتما اخرجتما الكفاره ما في مشكله. لكن اخرجت نوع طعام غير الذي اتفقت عليه معه. اكثر ولا اقل؟ اكثر. جزاكم الله خير، بس كنت اطعام يعني. نعم. بس ما في مشكله. يجزئ يعني؟ ان شاء الله. جزاكم الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. شركة عندي سؤال، لو سمحت، حق العمل في شركة كمطور تطبيقات للهاتف، الشركة دي بتعمل تسهيل عمليات الدفع بين التجار والزبائن عن طريق الفيزا، بس الشركة دي بتتعامل مع شركات فاليو تسهيل، في النهاية برضه بتسهل الدفع عن طريقهم، وبرضه في جزء من الشركة شغال في القروض، ان هي بتدي قروض صغيرة للتجار، بس الشغل بتاعي كمطور تطبيقات هيبقى بعيد خالص عن موضوع الكود ده. ما عملك انت؟
مطور تطبيقات الهاتف مبرمج. أغلب استعمالاتها في الحلال ولا في الحرام؟ أغلب استعمالاتها في الحلال. في الحلال لا بأس. شكرا. بس هي الشركة فيها جزء يعني شكل يعني بتدي التجار، بس أنا بعيد عنه. لا بأس على بعملك. لا بأس. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير. شيخ مصطفى، كتابي النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراس لطالبة في ثالثة جامعة، ينفعها ولا؟ والله ما عالمة ولا متعلمة ولا طالبة علم. لا أعرف هذا الكتاب. طيب الدكتور محمد عبد الله دراس. لا أعرفه. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. في الحال يا شيخنا الجليل حفظك الله. وياك يا مولانا. والله عندي أربعة أسئلة بكل اختصار، جزاك الله خيرا. تفضل. السؤال الأول، ما حكم الزوج الذي لعن وقذف زوجته، هل يعد طلاق؟ لا يعد طلاقا. أنت يبدو أنك موسوس كل يوم تسأل هذه الأسئلة. عليك أنت ظلمت نفسك. لا. والسؤال الثاني، من قال لابنه يا ولد الحرام، هل هذا طلاق؟ لا لا. والسؤال الثالث يا شيخنا، لا يكفيك لان انت موسوس في الطلاق. الله يغفر لك. حفظك الله يا شيخ. أسئلة غريبة مجمع الشبهات. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله. بقول لحضرتك، حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، ده صحيح ولا حديث؟ أخرجه مسلم في صحيحه. طب ممكن أمين الفتوى قال لك ده حديث ضعيف والنبي؟ طيب هو كله في صحيح مسلم. في صحيح مسلم ماذا يقول في حديث مسلم؟ هو يعني أبو النبي وأمه ما كانوش على. والله اللي عندنا قلته لك، سألتني هل هو حديث ثابت، قلت لك ثابت في صحيح مسلم. حديث ثابت في حديث صحيح مسلم. في صحيح مسلم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ماشي، سؤالين سريعا. السؤال الأول، حضرتك دلوقتي لو واحد دخل قبل صلاة العشاء وعلى وشك الإقامة وهو ما صلاش المغرب، يصلي المغرب وعارف إن ممكن لو صلى المغرب العشاء تقام، يصلي المغرب ولا ينتظر؟ يصلي المغرب. يصلي المغرب. طب لو صلى وأقامة العشاء يستمر صلاته هذه؟ يستمر في المغرب لأنه فريضة. ما يعملش اي. طيب السؤال التاني معلش، لو واحد بيصلي بإمام بواحد وتذكر بعد الصلاة ان في ركعة ناقصة، فطبعا تردد عقبال ما صلى الرجل اللي معاه مشى، فهل يشيل ذنبه؟ هل يستغفر له الرجل اللي جنبه ده؟ بعد ما الراجل جاب الركعة، الرجل اللي جنبه طبعا مشى على سن الصلاة كده كاملة، فهل هو شال ذنب الراجل ده؟ يعني يعمل ايه طبعا؟ لا لا، ما في ذنب ان شاء الله. يعني يعني يعمل ايه هو كده؟ الراجل اللي جنبي شال ذنب. هو ايقن ولا شاكك؟ هو ايقن او شاك؟ لا تيقن، بس اول ما قام صلى كان اللي جنبه مشى. يعني تيقن؟ تيقن. من قال انه تيقن؟ يطعن في تيقنه متابعة الرجل له. لا لو ما عرفش يوصل له. بقول لك يطعن في تيقنه متابعة الرجل له. يعني الراجل التاني معلوش اي حاجة. لا معلوش، انت مش فاهم. المهم معلوش، في حاجة اخيرة بس معلوش. في واحد حضرتك في بعض القنوات بتدعو يعني للتنصير وكده، فطبعا بيشبهوا على المسلمين ان في بعض اللي بيجيبوا الناس بتقول كلام شبه القران، ان هو بيقول ان كده يعني تحدى القران ان هو اتى بمثله، فهل تحدي القران ليس لفظا فقط، لفظا ومعنى. يعني مش معنى ان هو يعني يجيب كلام متناسق يعني شبه آية يبقى هو كده جاب زي القرآن. مسلم الكذاب كان يقول يا ضفدع بنت تفضعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشارب تمنعين والماء تعكرين، ويرتله كذاب. المعنى نفسه باطل. يعني الإعجاز ليس في السجع فقط، يعني إعجاز في لفظا والمعنى ومبنى. أن هذا نسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أبو
هو المفروض يعني شخص يعمل في يوم عشان يعني ينال الجنة. يعمل في يوم؟ يعمل في يوم عشان ينال الجنة. والله يا أخي أولا يسأل الله الجنة، لأن النبي قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني قلت الأعمال الصالحة مثلا، الأعمال الصالحة يصلي الصلوات الخمس ويكثر من النفل، ولا يظلم نفسه مع العباد، لا يظلم العباد. طبعا عندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. أذكار المساء أقرأها بعد العصر بعد المغرب؟ قولان وأحوطهما بعد المغرب. أقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ طيب والله الحمد. ربنا يديك الصحة والعافية. يا رب وإياك. سمحت يا عم الشيخ، عندي بس سؤالين. أول سؤال، إيه حدود صلة الرحم؟ يعني إيه صلة القرابة اللي فيها يبقى فيها صلة رحم؟ ما في هناك نص يبين ذلك، لكن الحديث العام أمك أباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، الأقرب فالأقرب. يعني أقصد أنا لو في حد مثلا ابن عم والدي وإحنا مش على صلة دي، ده قطع رحم؟ قدر الاستطاعة أصلهم. طيب السؤال الثاني حضرتك، الآية بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون دي تنطبق على فئات الفلوس؟ يعني لو انا هطلع مبلغ كبير، لو انا طلعت فئه معينه ده تنطبق عليها مما تحبوه؟ يعني هو نفس المبلغ؟ يعني ايه يعني فئه معينه 100 جنيه؟ يعني مثلا يعني مثلا انا لو طلعت مثلا فئات كبيره او فئات صغيره دي تنطبق؟ انا مثلا لو انا بشيل فلوس فئات كبيره. يا عم ما يفعلوا من خير فلن يغفروا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. تمام. شكرا. حبك الله يا ياسر عسل. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. خير من الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله انا طيب من فضل الله. في نعم. اللهم امين. كنت سالت حضرتك من ثلاث ايام سؤال الشغل بتاع البرمجه اللي هو خاص بامريكا، تتذكره ولا اعيده على حضرتك ثاني؟ اتذكره. طيب محتاج تسالني في حاجه فيها افكر واختار لك في حاجه، ولا حضرتك معايا ولا في الوقت الثاني؟ لا، اجمالي القول. طيب. اذا كنت تنشر خيرا. نعم. توكل على الله. خيرا ده شغل برمجه تماما، يعني لو حضرتك خلاص سايلنت. الله يسامحك بس. الله يغفر لي ولك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب اتفضل. ان انا احبك في الله. احبك الله والذي احببتنا فيه. بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ، في الاضحية ذكر الماعز المقصي، هل يجوز؟ لا بأس بالتضحية بالخصي، بالخصي بالمقصي. بارك الله فيك يا شيخ. فيك الله يستر عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ طيب والله الحمد، الحمد لله. ربنا يرضى عنك يا شيخنا. سؤال يا شيخنا ولو سمحت لي، انا في سؤال بعد بس يا رب ما تقفلش معايا. ان شاء الله. امرأة اعتمرت في شهر رمضان. طيب. ثم انتظرت الحج للحج، ولكن اعتمرت ايضا في شوال للغير، عن الغير. طيب. فهل في هذه الحالة تعد متمتعة عليها هذه، أم كده تخش الحج مفردة؟ مفردة إذا شاء. مفردة. هي كده اعتمرت في شوال في أشهر الحج عن مفردة مفردة مفردة. نعم. طيب عفوا يا شيخنا، عفوا عفوا. الدورة الثانية قال إن المذاهب الأربعة على أنه لا يشترط اتحاد النسكين. إيه؟ في كتاب في الدرر الثانية قال المذاهب الأربعة، وحتى الإمام النووي قال في المجموع الجمهور، وعليه عليه مذهبنا أنه لا يشترط
اتحاد المستكين يعني لا يشترط ان يكون العمر والحج عن شخص واحد. عفوا، انت قلت الان سؤالك الاول ربطني الان، انت قلت الان هي اعتمرت في رمضان وجاءت اعتمرت في شهر شوال عن شخص اخر. اعتمرت في رمضان وهي ما زالت مستمرة في مكة. ايوه، والامر الثانية كانت ثم في شهر شوال هي نفس المرأة فعلت عمرة عن الغير عن شخص اخر وتريد ان تحج. نعم وتريد ان تحج. نعم. احنا بنعتبرها ما دامت بقيت في مكة من بداية اشهر الحج التي هي شوال ستكون في حكم من اهل حاضري المسجد الحرام. نعم. ومن ثم فانها تحج مفردة على الرأي كثيرين من اهل العلم الذين قالوا ان قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهل حاضري المسجد الحرام عائد على التمتع ليس بعائد على الصيام. معلش ثانية يا شيخنا، معلش معلش. ستحج مفردة، ستحج مفردة. العلة ثاني معلش. أنها أخذت حكم حاضري المسجد الحرام. والتمتع قال الله في شأنه، أو قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. سبعة إذا رجعتم ذلك لمن لم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. كلمة ذلك عائدة على التمتع أو عائدة على الصيام؟ إذا رددناها إلى التمتع يكون التمتع لغير أهل مكة. نعم. ومن نزل منزلتهم، فيكون أهل مكة ومن نزل منزلتهم مفرد ليس بمتمتع. فهي تعد الآن من أهل مكة. هتأخذ حكم الإفراد. نعم والله اعلم. طيب السؤال الثاني ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. المحرم لو انه لبس المخيط وغطى راسه كده يبقى ارتكب محظورين عليه، على كل محظور فدية ام كده محظور واحد؟ الاحوط له ان يتعامل ان ارتكب محظورين. نعم. لان يعني الراس حكمها اخر غير المخيط. الحديث جزاكم فيه الله خيرا وبارك الله في عمرك عم الشيخ مصطفى. وياكم الله يكملك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ في سؤال، لو انا بسلف واحد ذهب زوجتي، يعني باخد ذهب بتاع زوجتي ابيعه وادي له للراجل ده مقدار الذهب والزمه لما يجي يرجعه لي نفس المقدار. شوف يا أخي، شوف يا أخي، إما أن تسلمه ذهبا أو تسلمه مالا، وعنه يرد إليك الذي أخذه منك، إلا في حالة إذا اصبر عليه ما كده، إلا في حالة إذا وكلك ببيع الذهب والإتيان بماله، فتقول له مثلا أسلفك 100 جرام ذهب، تفضل 100 جرام ذهب، قال لك طيب خذها حولها لي، تكون انت كده كوكيل فقط وعليه المأجرم ذهب. اما غير ذلك فكما سلمته تستلم منه. طيب استاذنك، انا ممكن الزمه بسداد الزكاه عن الذهب؟ ممكن يفضل لا 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 عنده سنه او اثنين؟ لا 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 لا، واحد اقترض من اخر مبلغا ذهبا مالا اي شيء، هل المقترض يخرج زكاه المال؟ لا لا. طيب استاذنك في سؤال تاني في عجاله. في انا مغترب في دوله بره وفي وديعه تبع السيارات بنبدا مبلغ في البنك نسترده بعد 5 سنين، المبلغ ده عليه زكاه؟ لا، اذا استلمته اخرجت عنه زكاه سنتين. اذا استلمته. نعم ان شاء الله. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، مالك؟ كيف حالك؟ طيب الحمد لله. هل يجوز الصلاة والركبة بينه؟ الرأس بينه؟ الرأس أو ماذا؟ الركبة، الركبة. أنت ولد ولا بنت؟ إذا كان ولد الصلاة تصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي اسالك، حتى قبل زمان كنت لما تروح علي صلاه الظهر او صلاه العصر ما كنت اعيدها. عليك اعادتها الان على على الوجه المتيسر لك وبالطريقه المتيسره لك. حتى بغض النظر عن المده سنه سنتين قبل ما اقدر اعيد صح؟ ايه؟ حتى الفتره كانت طويله هي ولو يوم او يوم. عليك اعادتها بالطريقه المتيسره لك. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم يا فضيلة الإمام؟ الله يبارك فيكم، تفضل. لدي بعض الأحاديث أريد تأكد من صحتها. أنت من أي مكان في اليمن؟ أنا من محافظة البيضاء. أنا مؤكد، تفضل. تفضل تفضل. ونحبك كثيرا يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير حديث معلول انتقد على الإمام مسلم، انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وتم له الانتقاد فيما أراه. وحديث يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. نفس القول في الحديث الأول. معلول معلول، راجع التتبع للدارقطني. وكذا حديث الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. كلمة ثوران ضعيفة، الشمس والقمر مكوران ثابت، وإذا الشمس كورت. أما ثوران مكوران في النار يوم القيامة ضعيفة بهذا اللفظ. وكذا حديث سيأتي على الناس سنوات خداعات. حديث معلول يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. حديث معلول. وحديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ضعيف من كل الطرق. السؤال يا شيخ مصطفى الأخير حفظك الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم هل قتل أحدا من أعدائه أثناء الغزوات التي شارك بها؟ بالأسانيد الثابتة لا أذكر شخصا بعينه. ما صحة أنه قتل أبي بن خلف، هل يصح؟ قلت لك أحتاج مراجعته. حفظك الله يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو يا أخي. سلام عليكم خير من ألو والدلع ده. خلاص السلام عليكم. ها عليكم السلام. عدت سنين. نعم عدت سنين. الله يبارك. عايز أصوم. صوم يا المشكلة. ينفع عادي؟ ينفع. قالت الربيع بنت معوذ كنا نصوم عشراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له لعبة من العهن من الصوف انشغل بها. ورأى عمر نشوانا رجلا سكرانا فضربه وقال ويحك ويلك عفوا وصبياننا صيام. السلام عليكم. ادعيلي. الله يكتب لنا ولك التوفيق يا رب. السلام عليكم. مرحبا كيف حالك شو مصطفى؟ طيب الحمد لله. حضرتك عندي سؤالين. السؤال الاول استفسار بالنسبه لحضرتك، كنت عايز اسال عن اكاديميه البناء المنهجي. كيف؟ عن البناء المنهجي، عن التعليم في البناء المنهجي. لا اعلم عنها شيئا. السؤال الثاني عندي في التفسير يا شيخ، انا بقرا تمام وقفت عند ايه في سوره الكهف. قال الله تعالى واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ليه الله عز وجل عبر في هذه الآية بمقتدرا ولم يكن قديرا أو قادرا؟ يتكلم بما يشاء. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا بنت الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا اسال سؤال. ابني شغال في مكان ما، فعندي واحد فبياخد بيروح يديله فلوس يشتري سلعه، وهو عارف السلعه دي مثلا بخمسه جنيه. ابنك مدير مشتريات؟ نعم. مدير مشتريات؟ لا، ابني شغال مع واحد بتاع دواجن بيروح يجيب له من مزرعه. ايوه ماشي. فصاحب صاحب الدواجن دي عارف انه يروح يجيبها من المزرعه مثلا بخمسه جنيه. ابني بقى لو راح المزرعه ونقص مثلا ربع جنيه، ابني بيتسحر ياخد الباقي ده لنفسه ويقول ده بتاع صاحب العمل ورزقه هو ان جه اقل ربع جنيه. ابنك ولد محترم. امين. فكان في طبعا في ناس بتبقى مش عاجبها الوضع ان هو ابني لا ده دي رزقنا وهو ما يعرفش حاجه عنه، فابني بيقول لا انا ما اخدهاش. هل الكلام ده صحيح؟ ابني ملوش دعوه بالكلام دوت. ابنك رجل امين وسلك السبيل الصحيح. يعني هو كده الصح ان هو ما ياخدش المال ده ليه؟ لا ما ياخدوش، ويبين للرجل، يبين لصاحب المزرعه. يبين للذي ارسله. يقول لي انا الحمد لله ساومت وجبتها باربع جنيه بخمسه جنيه الا ربع مثلا بدل خمسه جنيه. ايوه. خليه امين ساعديه ما لا تحسيه على لا لا مش انا، لا احنا طبعا زي ما احنا بديله شكله كده زعلان. انا مش انا زعلانه، هو ابني بيقول انا ليا مبادئ انا خدت عليها. ابنك امين ولد طيب وامين، الله يبارك لك فيه يا رب. جزاك الله خيرا يا حبيبتي الشيخ. الله امين. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، يعني حكم الأضحية التي لم تبلغ السن المقرر شرعا. والله يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. نعم. لا تذبحوا إلا مسنة. والمعروف يا شيخنا الأيام دي. والله يا أخي حديث رسول الله هو الحكم. والسمنة الضخامة لا تقوم مقام السن في الأضاحي حتى وإن قاربت عند جماهير العلماء باستثناء الأوزاعي من أهل الشام، لكن شذ عن الجميع. طب حكم الهبة لوارث؟ ها؟ الهبة لوارث في الدنيا؟ نعم. واحد يهب لابنه جائز في الدنيا جائز، لكن بعد الوفاة لا. طب معذرتنا يا شيخنا، آخر سؤال بالنسبة يعني كنت أنا قرأت كتاب أسفار من البطار لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. وبعدين طبعا دفعني انني كنت اخطب خطبه يعني عن علامات يعرف بها الساحر، فديت خلت فيها عداء يعني بين بيني وبين احد كبار السحر هنا في قريتنا يعني. وبعدين طبعا دوت يعني بعد زواج مباشره دلتني سنه كده كان في يعني ساحر كبير ومع زوجتي يعني، وبعدين يعني انتهى هذا الامر بالطلاق. والى الان شيخنا يعني الى الان طبعا انا يعني بعد طلاقي يعني تقريبا خمس سنوات اهوت، فسبحان الله يعني برضه نفس النظام برضه كل ما اروح لاي حد برضه ما فيش نصيبه كده. ما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ارق نفسك بالمعوذتين ما قوله الله احد، وامسح جسمك، لا تستسلم لهذا الفاجر. اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. انتبه واعتصم بالله، لا تضعف وتذهب اليه. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا عندك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. دايما يا رب. بقول لحضرتك ايه الفرق بين العطية والهبة؟ هي هي. ش...
هي هي. لو انا في محيايا اديت ميزت عيل عن عيل يجوز ولا لا يجوز؟ اذا كان هناك سبب جاز، ما هناك سبب يكره، ومن العلماء من يحرمها. تمام. يعني لو فيها، لو انا مثلا يعني لو ولد في الثانويه انت اشتريت له شيئا يناسب دراسته، لاب طبي مثلا، لاب، تمام، والاخر في الابتدائي لا حاجه له للاب، تمام، لا مانع من ذلك لان هبه مسببه. تمام، شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. نعم حضرتك، انا كنت عامل عمليه من شهرين، عمليه دوله الخصيه، وبعد تمام، وكنت متابع مع الدكتور، فروحت للدكتور من 3 ايام كده، فكلمني بيقول لي يفضل ان انت تعمل استمناء كل اسبوع عشان ما يحصلش يعني اللي هو تراكم للحمات المنويه للسائل وكده، يعني يحصل الدوله ترجع تاني ويحصل انفجار في الخصيه. طيب شوف لك عروسه احسن، لا يحصل احتقار، شوف لك عروسه. ولو سيب لسه طالب، فمش مقتدر ان انا اتزوج حاليا يعني. شوف لك عروس ولو ثيب، واسال طبيب اخر. لا تقف عند هذا الطبيب، اسال طبيب اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هل يجوز اظهار الركبه في الصلاه؟ السائل ولد ولا بنت؟ ولد. يجوز والافضل تغطيتها. وهل يجوز اظهار الركبه في اي مكان؟ يجوز والافضل تغطيتها. انت طفل ولا كبير؟ عندي 13 سنه. يعني استر نفسك احسن يا بني، خليك محترم من صغرك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز يا شيخ الدعاء لولاة الأمر أثناء خطبة الجمعة؟ الدعاء لهم بالهداية جائز، اللهم اهديهم يا رب واجعلهم يتمسكون بشرعك ولا يظلمون الناس. تمام. طب السؤال الثاني يا شيخ، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. اللهم امين يا رب. طب السؤال الثاني يا شيخ مصطفى، بعد صلاه الجمعه اللي فاتت انقسم الجامع فريقين، ناس قالوا اللي عايز يطلع النبي يصلي في بيته، وناس قالوا ده شيء طيب، فحصل منه لله اللي وضع القرار ده وحدث فتنه. الله يدي. على كل حال، عن ماذا تسال؟ اجلس واصلي على النبي معاهم. شوف يا اخي الكريم، الزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده. هل فعلوا؟ افعل. ما فعلوا؟ لا تفعل. شكرا، سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله في نعم من الله سبحانه. لا نحبك في الله. حضرتك كنت منور الشرقية أمس. الله يبارك فيك ويكرمك. الله يكرمك يا شيخ. السؤال يا شيخ، لو حد كان ترك الصلاة فترة وتاب إلى الله، هل النوافل عليه إعادة الصلوات التي فاتته على رأي جماهير العلماء؟ ويصلي مع كل فرد مثل على الوجه المتيسر له. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هل يجوز شرب البيبسي؟ شرب ايه؟ شرب البيبسي. يجوز شرب البيبسي. امي تسألك سؤال. الله يوفقنا واياك واياها يا رب. هل ما رأيك في اعطاء الاولاد الهواتف؟ نعم. ما رأيك في إعطاء الأولاد الهواتف في سن الاثنى عشر سنة؟ إذا كان الولد عاقلا لا بأس، لكن إذا كان ولد سفيها ولا يعرف مصلحة نفسه وسيضيع الصلوات ويضيع الدراسة ويدخل على مواقع محرمة، لا. هل تعطي لأولادك هواتف؟ بحسب، العاقل يأخذ هاتف، اللي مش عاقل لا، الصغير لا.
انتبه. جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك الله مثله. اتمنى ان تدعو لجدتي بالشفاء. الله يعافيها ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. السلام عليكم. عايز بركاته. نعم. عشان حاجة ممكن نسأل سؤال للشيخ؟ ممكن. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياكم، من أنت؟ عمرو مع حضرتك. أنت عمرو؟ عمرو مع حضرتك. يا أهلا، هذا ابنك يا شيخ عمرو؟ نعم. هذا ابنك الذي يتكلم ولا واحد؟ لا لا مش أنا، مش تبعي، ده مش تبعي. تداخل الأسئلة يعني؟ لا لا معلش، ده معلش علاقة، أنا بتفرج على الشيخ على الموبايل. الله يبارك فيك. الله يبارك. تؤمر تؤمر يا عم عمرو. كنت عايز أسأل الشيخ بس سؤال بعد ذلك. معك تفضل. ماشي شكرا. اسأل. إيه هو حضرتك الشيخ معايا ولا مش؟ أيوه معك 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 مصطفى. طيب تفضل. هو بس يا شيخ دلوقتي اللي كان فيه الفوائد البنكية أو اللي هي الحاجات الودايع والحاجات دي، يعني انا اخدت بحثت في الموضوع كتير واخدت بان انا اخدها واطلعها كلها لله، ربنا يبقى هيتقبلها او لا يتقبلها الله اعلم، بس بطلعها بدل ما اسيبها للبنك مبالغ. ربنا يتقبل منك ورعك يا رب اللهم امين. فمبالغ كبيره، فهل مثلا اقدر اديها لواحد مثلا هيعمل عمليه هيعمل حاجه بيها؟ لا بس بس ليس قريبا لك. ليس قريب. ايوه عشان لا ترجع اليك هذه الاموال ثانيه. يعني اداله عادي، ما بقاش اصلا بحس ان انا متضايق ان انا اداله يعني اموال يعني بعتبرها مش نظيف او الله اعلم بيها يعني. لا لا ما عليك مشكله، هي دخلت عليه بطريقه اخرى. ايوه الله الله يفتح على حضرتك. طب في معلش، اخويا بقاله حوالي 10 سنين او 8 سنين كان في حد بيعرفه ويقعد يقول له انت جبت عربيه، انت جبت مش عارف، انت وراتب بتاعك، انت بشتغل انا شغلتين وانت بتشتغل شغلانه، حاجات كتير ويعني بطريقه مستفزه. اخويا لغايه النهارده بيرفل بيها الدكاتره كلهم، ما يعني دكاتره كتير جدا وبره مصر، ما بيعرفش ينام، بياخد فترات طويله وما بينامش، يعني عنده ارهاق كبير جدا، عايز يسيب الشغل، عايز يعمل. عملنا معاه الرقيه وجبنا حاولنا نجيب ماء وضوء اللي احنا بنشكين ان هو عائنه او حاسده مثلا، ما فيش فايده، مش يعني لدرجه ان اخويا انا اتى بمائه بماء وضوءه. ايه يعني كان مش ماء وضوء، ما رضاش هو قال لك لا ما عملش كده، احنا خلينا يشرب ميه وخدنا بقيه الميه بتاعته. لا 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 يعمل كده، كان بين له حديث الرسول اذا كان يعقل. بين له كل الاحاديث كل حاجه، وقلنا كل حاجه قطعونا اساسا يعني. هم قطعونا فيها يعني. خلاص خليك مع الله سبحانه. عمي ما بيكلمنيش عشان الموضوع ده. خليك يا اخي الان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، احفظ الله يحفظك، وقوله تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني هو قرب على عارف نوع من أنواع قرب من انتحار. نعوذ بالله. يعني بص الدرجة اللي بكلم حضرتك يعني بس ملخص، لكن هو لفينا بحملنا حاجات كتير جدا وهو خلاص يأس. عليكم بالدعاء. بيقعد أربع خمس أيام ما ينامش خالص. يا الله يديك. فالموضوع بقى مرهق، وبقول لك أنا ما عدتش أخف تاني. يعني انا صعبان عليا وخايف يموت على كده، وهو لسه شاب لسه مش كبير يعني. خلاص كفايه خلاص في الوصف. الله يحفظك. اللهم امين يا رب. لا تيأس من رحمه الله انت واخوك. لا لا انا مش يائس، بس خايف عليه. على قصه ايوب ذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين رحمه منا وذكرى للعابدين، تذكروا ايوب والذي كشف عن الضر هو الله. السلام عليكم. يا عبد الرحمن ملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله إيماننا المبارك وجزاك الله خيرا عن العلم وطلبة العلم خير الجزاء. ولك ونشهد الله أننا نحبك في الله عز وجل. جزاك الله خيرا على هذه الهمة العالية وهذا وهذه الصحوة المباركة. الله يبارك في عمرك واحفظنا وإياك يا ربي. بينما لدي سؤالان يا شيخنا. سل. الأول حديث من أبي سعيد الخدري من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك، الحديث من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. ضعيف ضعيف. الثانية يا شيخنا، هل الرواية الشاذة يعمل بها؟ لا لا يعمل بها. جزاك الله خيرا من هذا المبارك. حياك الله حفظكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هسأل حضرتك سؤال يا شيخ بس بالراحة عليا شوية يعني في السؤال يعني. الله المستعان. أولا أنا بحلم أحلام دايما بهول يوم القيامة. أنا دايما أحلامي حلمين على طول أحلم بهول يوم القيامة، إن أنا بجري ببقى خايفة الناس كلها بتجري، حاجات بتحصل في السماء دايما الأحلام دي معايا. أنا لو أمرق نفسك بالمعوذتين أقول الله أحد قبل أن تنامي وآية الكرسي واذكر الله، إن شاء الله كل شيء يزول من هذه الأشياء. ده مش حاجة يعني فيها مثلا ولا لا حاجة غلط؟ حاجة أنا بعملها مثلا؟ لا 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 ما يلزمش ما يلزمش. طب بعد إذن حضرتك هسأل حضرتك كمان سؤال. هي أبويا هو معاه ما شاء الله يعني من الأموال وكده، بس طبعا هو خلى اخويا يمسك كل حاجه، كل حاجه هو يعني اخويا دوت بقى ماسك كل الفلوس وكل حاجه، فايه هو ابويا بياخد منه الحاجه كده يعني الفلوس على قد ما هو ماشي بس، ما بيخليش معاه فلوس يعني على يعني ياخد على قده، ويجي مثلا ابويا متجوز اتنين، وامي اللي هي مرات ابويا ديت ماسكه برده كل حاجه في البيت، وامي بقى ايه ما يعني معها يعني معهاش اي حاجه، مش ماسكه اي حاجه خالص. اخوك ابن امك وابوك اخوك شقيق ولا من الاب؟ لا من الاب. اخوك اللي من الاب، يعني اخوك ومرات ابوك مستعينين على تركه الشايب. كل حاجه، بس امي بقى مع يعني بتيجي تطلب من اخويا، يقول لها خدي منه مثلا يعني اي حاجه تطلبها فلوس ولا اي حاجه تطلبها. هذا كبير صالح وعاقل ولا لا؟ لا اخويا كويس. طب الحمد لله الحمد لله. الحمد لله كويس، بس بيقعد يقول لها مثلا ايه، يقعد يقول لها يخصم لها مثلا ما فيش مش عارفه ايه، يعني كانها بتشحت منه يعني، بيقعد يقول لها اني معهوش الدنيا واقفه يعني، ما بيديهاش عطر. امي اللي هي مرات ابويا ايه ما يعني ما بتطلبش خالص، يعني هي مش بتطلب حاجه خالص قدام حد، يعني هي ما بتطلبش اموال خالص. اخوك الكبير عاقل وطيب معاكم. طيب، بس امي بقى ايه السؤال في كده، امي مثلا ما بيبقى نايم عندها ولا حاجه كانت ممكن تاخد منه حاجه، يعني تاخد منه فلوس وكده، هل كده حرام؟ يعني انت تسالي السؤال، هل تسرق امك من ابيك لان ابن ضرتها؟ لا مش كده، عشان ما بيديها يعني هو مش بيديها مش بيبقى معاها فلوس، يعني عشان هو مش بيبقى معاها فلوس. والله إن كانت كما قال الرسول عليه السلام، قال كما قالت هند لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يعني هو لو يعني مثلا لو يا أخت ما تسرقش كثير يا أخت، الله يغفر لك. لا أنا السلام عليكم. كفاية كده، إن أخوك طيب والحمد لله يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مصطفى. الحمد لله، اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. دلوقتي شوف مصطفى، أنا ليا أخ، تمام؟ تمام. أخي دوت أصغر مني بثلاث سنين. طيب. أبويا يعني من الآخر مدلعه. ماشي. أنا ليا أخ أكبر مني بحترمه جدا، واستحالة إن أنا أصلا أفكر إن أنا أعلي صوتي عليه مش أشتمه. اخي الصغير دوت بقى الصغيره والكبيره ممكن يشتمني. ماشي. ممكن يشتمني ويقول لي ادبه عليا، وكذا مره كلمته في الموضوع دوت ومفيش فايده. اه. في رمضان كنا واقفين في العزاء، في عزاء شخص قريبنا، واحنا واقفين وانا واقف في العزاء، اختي الصغيره جايه بتجري عليا، انا والدتي متوفيه. اختي الصغيره جايه بتجري عليا، طب يشخط فيا قدام الناس وقدام ابويا، هات البيت. فقلت له فباللغه العاميه يعني بتاعتنا اسكت. ولقيته راح جاي رادد عليا، ابويا واقف وناس واقفه شتمني بامي. انا امك يا امه؟ ايوه بقول لك اخويا. ايوه اخوك من الاب ولا من الاب والام؟ ايوه من ابويا من ابويا وامي. طب ازاي شتمك بامك يعني؟ الله الله. والله شتمني بامي، امي متوفيه في السعوديه، كانت بتعمل عمره، توفت هناك واتدفنت في البقيع. ما هي امك يا امه. ايوه. طيب ابوك واقف كده ساكت؟ ابويا واقف. على فكره يا شيخنا اللي انا عايز اقوله لك، الا والله والله اخي بيعمل اكتر من كده، وبعلم ابويا، وابويا عمره ما يغلطه. طب ونعمل ايه بقى السؤال؟ ما السؤال؟ انا دلوقتي شتمني بامي، فانا وخد بعضه ومشى. رحت جاي انا رديت على ابويا وقلت له، انا اسف اللي انا اقوله، قلت له والله تربيتك تربيه وسخ.
مشيت وبقيت في حاله نفسيه. استغفر الله بقى وتوبوا الى الله وابداوا صفحه جديده كده على طاعه الله ورسوله والخلق الكريم الحسن. سلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ ربنا يبارك في عمرك. الله يسلمك. الله يحفظك. هو سؤالين يا شيخنا، كان سؤالي في الأول على الطلاق المعلق. أنا كنت حالف على زوجتي من فترة اللي هي ما تروحش للمكان المعين إلا بإذني ورضا. فراحت، فكنت كل مرة أنا اللي أحملها وأروح المكان ده بس من غير ما أقول بالإذن، وكنت ناسي اليمين ده أصلا وأنا كنت أصلي تايه. ما عليك مشكلة، ما هو هذا يعتبر بإذنك. طب والرضا بقى لازم أصرح بالرضا لأن يا حبيبي هي أنت راحت بإذنك، أنت حملتها، معنى هذا أنك أذن لها. أذن لها والرضا؟ الرضا إيه يعني؟ يعني انا قلت لها باذني ورضايا، يعني رضا من يا اخي يعني. قلت لها ما تروحيش المكان الا باذني ورضايا، حملتها انت وديتها، يبقى راضي ولا مش راضي؟ مالك؟ طيب طب السؤال الثاني يعني الحمد لله كده ولا وسوسه؟ لا انت باين نوصف لك صح ولا حاجه. انا دكتور اصلا. مشكله الدكاتره كتير منهم مختلين كده عايزين. نعم الله رحم الله. طيب السؤال الثاني ممكن حضرتك، انا ان شاء الله في مولود على قريب كمان ايام بسيطه ان شاء الله. الله يحفظك. فكنت عايز هعمل العقيقه والاضحيه، ينفع؟ يعني الاضحيه في بقره ولا ايه فيه؟ انا واخد نص بقره. نص بقره ينفع اضحيه الولد سبعان ولا نعم. الولد سبعان في العقيقه والاضحيه سبعه واحد ينفع. اللهم استعان، انا امشي على كده. طيب طب السؤال ده البقره اسمع اسمع، البقره لازم تتوفر فيها الشروط لان الاضحيه لازم فيها توفر الشروط. اللي هي البقره اللي هي سنتين يعني. ايوه ماشي ماشي ماشي، فهمت انت. السلامه من العيوب. تمام تمام يا شيخ. طيب انا بقى يعني رأي سيادتك حضرتك في الطلاق المعلق على شرط بغرض الحث او المنع اذا وقع. والله انا مختار العلماء القائلين بانه يكفر كفاره يمين، ان عاده الشعب المصري نعم. انه يحلف بالطلاق للحث او المنع الغالب نعم. من احواله. نعم نعم شكرا نعم. يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا عم بشوف مصطفى السيارات اللي بتبيع باسم المعاقين. ماشي. لا يجوز بيعها في فترة الحظر. لا يجوز بيعها في فترة الحظر. لكن ممكن تعطيها حق الانتفاع بفلوس. يعني ينفع أجيبها على حد على اسم حد وأديله انت هتاخذها حق، وهو لا يجوز له عند القانون ان يبيعها لك في فتره الحظر. فممكن تعمل ايه انت؟ الله يستر عليك. طب ما لو في بيت يعني مش مصطفى في حاله معاقه يعني. طيب هل ينفع نجيب العربيه باسم اي حد تاني بحيث مراعاه لشعور الحاله دي؟ والله انا ما اعرف القوانين، اسال قوانين ما اعرفش والله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ حضرتك، انا كنت بس عايز فلوس للحج وربنا ما رزقنيش وطلعت السنه دي بالقرعه. فسمعت الحديث بتاع التبيع بين الحج والعمره او حاجه زي كده. فهل هو اتحمست يعني هل اطلع عمره بس مع انه ممكن هو ياثر على الحج بتاعي؟ ممكن ما اعرفش اطلع الحج ولا لا؟ ولا استنى الحج بقى وهذا هو نصيبي حسب القرعه؟ انتظر نصيبك. انتظر، بلاش اطلع حج عمره يعني. مباشر الان ممكن تسال عن تاشيره الحج المباشر. هتزنقني قوي لو اطلعها اولى، اتزنق في اي حاجه اولى من انا لا من لا اي لا حاجه ثانيه؟ الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. يعني عشان احنا هنبقى ثلاثه وكده فهيبقى في 450,000 او 500,000. والله يكرمك. ثلاثة في ثلاثة بتسعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أخويا بيروح مثلا بيكون رايح مكان شغل،
فالمدير بتاعه قال له تعالى مكان يعني عايزه فيه ويديله حق التاكسي مثلا اي حاجه، ممكن اخويا يتمشاها مثلا لو هي 10 دقائق ممكن ممكن يعني اخوك بياخد بدل مواصلات ممكن يمشي على رجله ويوفر الفلوس لنفسه ما لم يتاخر عن وقت العمل. جاي لا جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك. الحمد لله انا بخير من فضل الله تعالى. ربنا يحفظك يا رب. الله يحفظك. اللهم صل على سيدنا محمد. كنت عايز اقول لك انا تسجيل هذه المكالمه. انا اسالك بس على حاجه تبع الشغل بتاعي انا. كنت معايا شغل خاص بي انا والشغل كبر، جبت ناس تشتغل معايا انا اصدقاء ليا، وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا معايا حضرتك؟ معاك وانت تسجل المكالمة، فلازم تضبط كلامك لانك انت تسجل. حضرتك جدا. الشغل كبر وبعدين جات اشتغلت معايا، وبعدين كان فكر ايه نشتغل مع بعضنا، ممكن يشتغلوا معايا بالشهر وممكن يشتغلوا معايا بنسبة، واخد منهم نسبة على ال 120 جنيه. فهل ده يجوز؟ نسبة ايه؟ مش فاهم. نسبة ماذا؟ نسبة الربح يعني ولا ايه؟ لا لا، نسبة الربح منهم، ان هو مثلا انا الشغل تبعي وهم شغالين معايا انا. انت شغاله ازاي؟ في ايه صورة العقد؟ هل ستعقد معه عقد عمل عامل ويتقاضى راتبا شهريا؟ ام ستتعامل معه له نسبة من الربح؟ وضح امرك. هو له نسبة من الربح يا شيخي. كان هناك طريقين، الطريق الاول ان نتعامل عن طريق تعامل شهري، لكن نختار الطريق الثاني ان هو يتعامل عن طريق نسبه، هو ليه نسبه من الشغل وانا ليه نسبه في الشغل زي، والنسبه اللي واخد عليها دي مقابل ان انا بجهز العمل بتاعه، برنه على الناس، اجهز اتفق في العمل لو في اي. هو العمل عملك انت في الاصل. العمل عملي انا في الاصل. العمل عملك من الاصل، وجبت هذا العمل عندك. فالعمل سياتيك يقول لك يا ما الاجره التي ساتقاضاها؟ انت امام اتجاهات، تقول له شهريا لك 1000 مثلا، لك 1000، لك 500 ونسبه من الربح، كل ده جائز. شايفك انا حضرتك، هو بيتقاضى، هو بيشتغل وانا اللي باخد انا باخد منه نسبه على الشغل بتاعه هو. يعني هو مثلا اشتغل مثلا ب 100 جنيه في اليوم، انا باخد منه 20 وبياخد الباقي لي. لا، ده تحتاج سؤال خاص تساله بطريقه نظيفه شويه من غير مشوشه. السلام عليكم. عكس القضية، مش عارف وفر له عمل ولا بيعمل ايه بالضبط، الله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا. نعم تفضل. حضرتك انا مأجر كذا ارض لواحد ومش ملتزم معايا في الايجار. وجينا نكتب العقد حاليا، فانا قلت له في شرط من يوم 1 ليوم 10، بعد يوم 10 اخد منك 50% زيادة عن قيمة التأخير. لا انا ما فهمت ماذا قلت. وانا انا الايجار مش ملتزم معايا هو في الايجار خالص، فقلت له الايجار بتاعي من يوم 1 ليوم 10، بعد يوم 10 هاخد منك 50% على قيمه الايجار غرامه عشان تلتزم معايا. ايجار شهري ولا ايه؟ ايجار شهري. يعني هو مأجر منك محل، اذا قلت له اذا لم تسدد خلال 10 ايام من بدايه الشهر ساخذ عليك غرامه ماليه. تمام كده. لا يجوز كده. طب الحل ما تأجرلوش خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخبار حضرتك؟ الحمد لله. أمس سألت حضرتك سؤال، اللي هو قلت لحضرتك جار سرق جاره وأنا شاهد على الموضوع، ولما المسروق سرقني عرفت. أجبتك بما فيه كفاية، لا معنى للتكرير. لا في حاجة يا شيخ معلش. أيوه. هو دلوقتي لو قلت الشاشة عبد الرحمن مش جاي لي أبدا. سرق تاب إلى ربنا. ها؟ السارق تاب إلى ربنا يعني. بس هو معهوش ثمن التكلفه انه يرد الحاجه اللي سرقها، هل انا ممكن اردها عنه للمسروق وما اقولوش مين اللي سرقه؟ ممكن. من غير ما ابين مين السارق؟ ممكن. تمام يا شيخ. هل اوجر بيها ولا ماجور ان شاء الله؟ اذا يا عبد الرحمن اسئله الشاشه كلها ما جاءت اليوم.
الله. يعني في في فساد يعني ولا ايه؟ لا لا مش عارف يعني ايه الخلل. الاخوه اسئلتهم على الشاشه لم تظهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال بس ارجو ان حضرتك ما تقفش السكه في وشي. اتفضل. ماشي حضرتك انا كنت اتصلت بحضرتك من يومين وسالتك سؤال ما استمتش حتى اكمل كلامي وقفلت في وش السكه. لما سالت حضرتك اين الله؟ وهتقولي في السماء. انا اجبتك ان الله في السماء لكن لا لا انا كفرت يعني حضرتك قفلت في وش السكه وانا حضرتك بتطبق السنه. لان انا وجدتك مجادلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان له صدر رحب قد كان لكم يا اخي عفوا افهم افهم كلامك. انت لم تفهم كلام رسول الله. الرسول جاءه اعرابي. كلام رسول الله افهم هقول لك اهو. الرسول جاء رجل فقال للناس في المسجد ايكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الابيض المتكئ. ذهب اليه. انت محمد؟ قال نعم. قال ابن عبد المطلب؟ قال قد اجبتك. واغلق الحديث. لا يا فاضل هل تتصور ان كل واحد ابني. انت لم تجبني حتى يعني حضرتك انت ما كلمتنيش غير انت قفلت في وش السكه. ايوه من عارفك مجادل بتجادل. لا مش مجادل والله احنا عايزين نوصل للحق والعلم احنا بنتعلم من حضرتك. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ حلو هل ايه بقى؟ عندي آية من القرآن تقول أن الله عز وجل ليس له مكان محدد. فين الآية دي؟ فين الآية؟ فين الآية؟ معكم أينما كنتم. دي حاجة استناني بس للآخر. لا لا مش استناك أنت حضرتك بتقولوا بتقولوا ده راجل مبتدع وضل يقول لي عندي آية في القرآن تقول إن الله ملوش مكان. يعني مش عارف أستمر معاه إزاي يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هل على معايا؟ نعم مصطفى معك. حضرتك أنا بلعب لعبة الليل. انني معكم معكم يسمعنا ويرانا. نعم يا حبيب. اللي بيكسب فيها انا بلعب لعبة البيل اللي بيكسب فيها بياخد البيل بتاعت الخصم. لا يجوز. لا يجوز هذا ميسر صح؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه والله حضرتك يا شيخ انا لسه طالب علم فبداية طلب العلم يعني فانا مش عارف يعني متحير بين طلب التربية ولا طلب العلم يعني اتخصص ليه. طلب ايه؟ التربية يعني. يعني ايه طلب التربية يعني؟ والتربية لا تكون يعني مربي مش هو مربي. يا عم مربي من لازم التربية بالعلم. والتربية بالعلم ولا بالجهل؟ انا اتعلم حتى اتربى. هذا من زر حضرتك. ها؟ عاوز احضر دروس حضرتك. هتحضر تشرف الله يسلمك. لا طب فين عايز احضرها؟ كلمنا على الهاتف الخاص. حاضر. شوف تبع الشبهات تكون معكم اينما كنتم. انني معكما اسمع وارى. نعم. مش عارف. يجمع شبهات الأشاعرة يرجع لنا مرة ثانية بعد أن كفى. السلام عليكم. يا شيخ أنا ما استمتش حتى أكمل كلامي. لا يسمح لمبتدع يتكلم معي. طيب خير وأنا في وجه المبتدعة. ما نفتح الباب لكل مبتدع يجلس فيه. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأشاعرة قطع الله دابرهم ما أدري اللي رجع الأشاعرة مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا يا شيخ بلعب بيل. قلت لك هتلعب بلي والمكسب وإذا نشنت وتأخذ البلي ماكل بلي بفلوس كثيرة. هذه من الميسر. حرام عليك. حرام؟ العب تسالي. العب تسالي لا لا مكسب. السلام عليكم. السلام عليكم. هو نفسه هتقول ايه بس؟ انا والله العظيم يا شيخ انا مبتدئ دلوقتي على طريق الحق.
اتعلم منك، انا مبتدع دلوقتي على طريق الحق اتعلم منك. اسمع الكلام يا اخي، اسمع الكلام انت تسمع. حاضر نتعلم منك والله، انا مبتدع انت قولي ده الصح، نتعلم من بعض. انت عايز في وش السكه ده ينفع؟ ينفع ينفع. ده ده الحديث، ده ده الحديث. نعم اخلاق سيدنا النبي فينا. اي ماشي، يعني عايز تشتم كمان يعني؟ اتفضل اشتم. لا والله العظيم ما بشتمش، انا اقدر اشتم حضرتك ده انت راني وراسي. طيب اتفضل اسال سؤالك الله يوفقك. انا سالتك حضرتك بقولك قولي بقولك اين الله؟ قلت لي في السماء. قلت لك هذا على جهه العلو ليس له مكان محدد. طيب اصبر، قلت لك هذا الكلام غلط، وقلت لك ان فرعون علم من موسى ان الله في السماء، قال يا هامان خذ من لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. والله قال لعيسى عليه السلام، حضرتك لما قلت لي لما ترفع ايدك لفوق تقول يا رب لفوق، ما حضرتك ما تعرفش ان في دعاء بنقلب ايدينا على الارض كمان، ده لما يكون في شد القرب بالناس. حديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث ضعيف. على ماشي حلو، انا يا رب يا رب انا همشي مع حضرتك على انه حديث ضعيف. ماشي؟ نسيبنا من الحديث الضعيف خالص. أين كان الله عز وجل قبل خلق السماء؟ أين كان الله عز وجل قبل خلق السماء؟ لا قلت الله في السماء، أين كان قبل خلق السماء؟ سبحان الله وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. أنا والله العظيم بقى أنا حضرتك والله معاك أهو، أين كان قبل خلق السماء؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. أين كان قبل ذلك؟ أين كان قبل ما يكون في السماء؟ طيب وإذا قلت لك الله أعلم بنفسي. الله أعلم بنفسي؟ آه، كان الله لم يكن شيئا قبله. طب إزاي؟ ماشي، ما أنت قول لي إزاي في السماء؟ إزاي هو في السماء؟ ما هو الآية كده، أنا بقول لك افهم كلامي بس، اصبر علينا لا تهتد. حاضر، أنا مش بحتد والله، أنا بتعلم منك وبتكلم. طيب اصبر، اصبر علينا. أين العرش؟ أين العرش؟ أيوه. لا أعلم مكانه، وكان عرشه على الماء. الآن أين العرش؟ العرش فين الآن؟ في السماء. في السماء، والرحمن والرحمن العرش استوى يعني؟ لا الرحمن العرش استوى، لا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أنا بسأل عن مكان الله. الله في السماء مستوي على العرش، الرحمن على العرش لا استوى. لا أقول أنه في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. حلو ماشي، كمل أعلى الجنان هو الفردوس. كمل كمل يا مولانا، كمل لك أهو. ربنا لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وانتهى من السماء السابعة، قال الله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم. فسدرة المنتهى بعد السماء السابعة وعندها جنة المأوى، والفردوس أعلاها والعرش فوق الفردوس. كده فين الله يا حلو. ازاي ربنا على العرش؟ ربنا انا اعلم ان الله عز وجل سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى؟ حول ايه يا جماعة بس، حول ايه بس، حول ايه بس. بهذا القدر اجتزي حمدا اللهم صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك قصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم زدنا يا رب، اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى يا رب. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا ولي الإسلام وأهل مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وخلقا حسنا وقولا كريما ونوايا خالصة. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم وأصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.